السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أعزائي المشاهدين متابعينا من أمام الشاشات، شاشة قناة الواقع الفضائية، وتحية خاصة كلها حب للمشاهد الجميل جدا من أمام البث المباشر على اليوتيوب. حياكم الله في هذا المؤتمر الصحفي، معي أنا ومدير المحتوى والإعداد ناصر الحربي. حياك الله يا ناصر. حياك الله يا حبيبي زياد، أرحب فيك وأرحب بسادة المشاهدين وأسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير، وأكيد نرحب بحضورنا الغاليين. ضيفنا الأول هو الأستاذ مبارك الدوسري، صحيفة أركان الإلكترونية. أهلا وسهلا، حياك الله، مشرفنا ونورنا، ونرحب بضيفنا الغالي سناب المملكة 2030. أهلا وسهلا، حياك الله. تماشيا مع رؤية المملكة، نسعى في كيان الواقع لإظهار الشاب السعودي وتمكينه إعلامياً من خلال القالب الواقعي، ومن خلال تمكيننا للشاب السعودي أن نظهره بصورة الجميلة، صورة الشاب الطموح اللي يسعى لصنع روح المنافسة، لخلق روح التنافس، للوصول إلى رسائلها الهادفة، وهذا ما تسعى له إدارة قناة الواقع الفضائية. ورؤية إدارة قناة الواقع بقيادة رئيس مجلس الإدارة الشيخ إبراهيم بن صالح الحسين، نسعى لتمكين الشاب السعودي وفقا مع رؤية المملكة في هالبرامج الواقعية يا ناصر، ككادر سعودي في الإدارة وإدارة قناة الواقع، وعقول شباب طموحة جدا. في هالقناة وعلى رأس الهرم إبراهيم الحسين، مشكورا على إتاحة هالفرصة لتمكين الشباب السعودي في الإدارة التنفيذية، وأيضا لتمكين المتسابقين السعوديين لتقديم رسالتهم الهادفة والجميلة، فكل الشكر والتحية له ولجميع الطاقم الموجودين خلف الكاميرات اللي يسعون دائما لإبراز الصورة الجميلة بإذن الله. بالمختصر، حان الوقت لتغيير فكرة برامج الواقع. أي بمعنى، بعد إذنك يا ناصر، أي بمعنى برامج واقعية تهدف إلى التمكين وظيفيا وشهرة، وليس شهرة فقط يا ناصر كما جرت العادة. يا سلام، المتسابقين في العادة في برامج الواقع ينتهي، يعني غالبيتهم إلا من رحم ربي، ينتهي بانتهاء البرنامج، ولكن رؤية القناة مستقبلا أنه يتخصص ويكون صاحب مهنة ويستمر حتى بعد انتهاء البرنامج وينطلق إلى فضاءات أوسع بإذن الله. ومن ناحية الجودة اللي تهم كل متسابق أو مشارك قادم، وكذلك مشاهدنا الجميل جدا اللي تابعنا، رفعنا رتم الجودة فوق، وذكرنا في التغريدة نظف كاميرا كذا جيت تقدم إن شاء الله، وجايل هذه المحاور في طيات هذا المؤتمر الصحفي. نسعى إلى زيادة الكاميرات وأيضا عدد المايكات، ونسعى إلى رفع المستوى كجودة شاشة، والسيستم الكنترول أيضا في المرحلة القادمة بإذن الله راح يكون على قدر عالي جدا من الاحترافية، وراح يشوفون الصورة النظيفة بإذن الله يا زياد. وبشركم أن هذا السعي قرب من شوطه السابع واكتماله بإذن الله، في أمور ظاهرها جميل وباطنها أجمل. ناصر، عندنا أرقام مهولة جدا، الله سبحانه وتعالى باركنا فيها، وكل هذه الأرقام أتت من خلال من يشاهدنا الآن من أمام الشاشة أو من أمام البث المباشر كأرقام في السوشيال ميديا. خلونا نفرح مع بعض ونشوف الإنجازات اللي أنجزها كيان قناة الواقع على الشاشة بعد إذن الأخوال في الكنترول يا ناصر. قبل نطلع بالأرقام، إحنا رحبنا بحضورنا وذكرنا شكر لرئيس مجلس الإدارة، ولكن المشاهدين هم الورقة الرابحة طبيعي، وهم أصحاب الفضل في هالأرقام الكبيرة والضخمة اللي نعتز فيها في هالكيان، كيان الواقع الفضائي. هل تعتقد يا ناصر لو وجود المشاهد بكون أنا وياك واقفين هنا بحضور الصحفيين ونجوم عابر؟ ما أتوقع، يمكن أقلها نتقابل عشان نتهاوش، لكن أرجوك مشاهدي الجميل جدا لا تشوف نفسك علينا، احنا مع بعض عايشين الحياة وحبايب إن شاء الله. نشوف الأرقام يا ناصر. بسم الله، أعطونا يا أخواني في الكنترول. معنا في البداية التيك توك، هالتطبيق اللي حصلنا فيه على أرقام عظيمة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى، وهي أكثر من 5 مليار مشاهدة. الرقم العظيم هذا يا ناصر، ضيوفنا مشاهدينا الكرام، 5 مليار مشاهدة اطلاعا على هاشتاقات تخص برامج الواقع الفضائية. الواقع في التيك توك حصل على 5 مليار مشاهدة، وهالأرقام أكيد أنها تدفعنا لمزيد من أن نقدم مادة تليق بالمشاهد وترقى بذائقته،
خلونا نشوف الأرقام اللي بعدها. التويتر طبعاً في منصة تويتر أكثر من 9 مليون تغريدة في هاشتاغ برنامج البزنس، وهذا فقط رقم واحد. إيش البزنس؟ هذا رقم فقط من مجموعة أرقام، فتسعة مليون تغريدة في هاشتاغ برنامج واحد يعتبر رقم كبير جداً، فأكيد أن الورقة الرابحة دائماً وأبداً معنا هم جمهورنا الكريم. تخيل معي أنها 9 مليون تغريدة في البزنس فقط، وأبغى تحية للبزنس وأهل البزنس. تتكلم لو تيجي تتكلم عن البرامج الأخرى كاريزما، تتكلم عن الفرصة، تتكلم عن السوق، تتكلم أرقام مهولة. هذا برنامج واحد وحصد فيه أكثر من 9 مليون تغريدة، وكل فضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضلك أيها المشاهد الجميل جدا. ناصر، وإحنا نتكلم في هالأرقام عن برنامج يعتبر وليد اللحظة، يعني قريب، لكن الأرقام الماضية برضو كمان تعتبر أرقام كبيرة جدا، خصوصا في تويتر وغيرها من وسائل التواصل. نشوف الرقم اللي بعده. نشوف اليوتيوب على الشاشة. اليوتيوب مرات الظهور اللي حصلت فيه، شباب زودوني بالرقم لأنه مو واضح عندي. عدد مرات الظهور في اليوتيوب أكثر من 4 مليار. 4 مليار، أكثر من 4 مليار على اليوتيوب. تتكلم عن ناصر، ليش تجاهلت 134 مليون اللي بعدها؟ لو هي فلوس ما تجاهلتها. طبعا اكيد الواحد يحرص على الريال، ريال مع ريال يوصل مليون، لكن المشاهدات ارقام ما شاء الله تبارك الرحمن كبيره، يعني من كثرها نسيناها. طبعا وهذه الارقام اتت بفضلك عزيزي المشاهد على منصه اليوتيوب بفضل الله سبحانه وتعالى في وقت قصير جدا، وطموحنا دائما وابدا يا ناصر عنان السماء. السماء بلا شك. هذه الارقام اللي ظاهره معنا يا ناصر شفناها في التيك توك، في اليوتيوب، وكذلك في التويتر. اكثر من 4 مليار مشاهده على منصه اليوتيوب، أكيد إنها راح تعطينا وتنزل على عاتقنا مسؤولية كبيرة جدا في إن نقدم بالفترات القادمة شيء مميز، وهذا اللي جالسة تسعى لها الإدارة في المرحلة القادمة بإذن الله، من ناحية تطوير الكاميرات، من ناحية زيادة عدد الكاميرات، من ناحية المايكات ورفع سيستم الكنترول ورفع الجودة وغيرها. فهالشيء هذا أكيد إنه بيعطينا حافز إن نقدم أكثر وأكثر. في نقطة مهمة جدا يا ناصر وأقولها للمشاهد الكريم قبل لا نطلع الحاجة، اشتغلنا عليها كثير وتعبنا عليها كثير، ولكن في النهاية تعبكم أكيد راحة. البرنامج القادم إن شاء الله حيكون فيه شيء اسمه شهادة أكاديمية يا ناصر. طبعاً. والشهادة هذه تعطى للمتسابق أو المشارك في البرنامج أكاديمياً. فهذا لما نقول إنه نسعى إلى التمكين وظيفة وشهرة أن يخرجك بشهادة أكاديمية، ولأول مرة في برامج الواقع على الشاشة. تعبنا الأيام اللي طافت، اجتماعات تقريباً 6-7 ساعات في اليوم مع متابعة البرنامج الحالي. اجتماعات دائمة، البحث عن موقع، تصوير. زياد ناصر، أخاف تتحمس وتحرق الكروت كلها. صدقني إذا أحترق كرت في غيره 1000. يا سلام. وهذا كله بتوفيق الله سبحانه وتعالى. في مقطع ونظفنا الكاميرا زين قبل أن نصوره ونطلع فيه إن شاء الله هو للموقع الجديد. ناصر، يعني احنا الان كنا نتكلم عن الفتره الماضيه، الان احنا داخلين في هالمؤتمر للفتره المقبله، وهذا اول مقطع فيما يخص البرنامج القادم، فايش رايك نشوفه مع بعض؟ ليش لا، نشوف المقطع وراجعين لكم ان شاء الله.
نعمل لأجلكم. هالكتاب هالعبارة كتبت وتعني كل الحروف اللي فيها، يعلم الله أن نعمل لأجلكم. هذا فقط جزء بسيط جدا من يعني شيء تشويقي كذا، بس رمية لكم بسيطة، لكن أنا متأكد ومتيقن أن إن شاء الله القادم بيكون جميل جدا، وأنا متفائل خير يا زياد بإذن الله. جينا للمهم الآن، وكل اللي راح مهم، وهذا يعتبر من الأهم. أنا مشارك، أتمنى أني أكون أحد المقدمين على برنامج، بغيت أقول الاسم يا ناصر. لا يا ويلك، يا ويلك لي أنا طبعا، مديري على عيني وعراسي. ولكن يا زياد يعني سبقتنا مراحل طويلة مع بعض، يعني بين نعيش وملح. خذ الاسم يا ناصر يلا. طيب قبل الاسم يا زياد، ترى فاقدينك على الشاشة في هالبرنامج. أنا اعتقدت أن بعدي عن الشاشة رحمة للمشاهد، ولكن اكتشفت أنها عقوبة. طيب يا زياد وحبايبنا الغالين الحضور ومشاهدينا الكرام، البرنامج الجاي نزلوا لنا ستارة، أعطونا ستارة. وهالستارة حيكون لها معنى عظيم جدا بعون الله. ستارة تخبئ اسم البرنامج القادم، واسم البرنامج خلفه معاني كثيرة جدا، وراح تعرفون تفاصيلها إن شاء الله مع طيات الأيام القادمة بإذن الله. فخلونا نشوف حنا وياكم اسم البرنامج القادم. هو نعد تنازلياً، سم من خمسة، أربعة، ثلاثة، اثنين، واحد. فضل. برنامجنا القادم يحمل اسم سكريبت، وهو العمود الفقري لكل شيء أو غالب الأشياء اللي تعرض على الشاشة أو خلف الشاشات. سكريبت هو اسم البرنامج القادم، وذكرنا لكم قبل لا نطلع باسم البرنامج أنه يحمل خلفه تفاصيل كثيرة، وراح تنكشف إن شاء الله هالتفاصيل مع الأيام القادمة بإذن الله. وش معنى سكريبت؟ وليش سكريبت؟ وش نبي نسوي بالسكريبت؟ كل هذا إن شاء الله مع الأيام الجاية راح نشوفه يا زياد. لكن القاعدة الأساسية في سكريبت إنه حنعيش فيه بكل حب بعون الله سبحانه. بإذن الله في كل مكان الحب يا أخي، رحنا نراح الحب عنا ما قدرنا نعيش كبشر. طيب زياد، نجاح برنامج عابر بالمتسابقين الموجودين، ونجاح برنامج سكريبت القادم أكيد إنه بيكون بالمتسابقين، وش عندك للجمهور؟ أبغى أقدم على البرنامج. كيف؟ الحين كيف الطريقة وكيف أقدم؟ الطريقة سهلة جدا، ولكن عندنا شرط أساسي، وإما نفذ هذا الشرط لن نستقبلك بكل حب. نظف كاميرتك زين. ليش؟ عشان تصور لنا مقطع مدة 60 ثانية. طيب ينفع أصور لنا مقطع؟ طيب زياد تقدر تصور مقطع، ولكن بشرط. وشو؟ 3 شهور ما في راتب يا ناصر. ليش؟ 3 شهور بدون راتب. استاذ مالي عيان، من سمح لك بالحضور؟ طيب ناصر، 60 ثانية المقطع الواتساب. طيب صور مقطع، وهالمقطع هذا تأكد أنه هو الانطباع اللي راح يوصل للجنة التحكيم، اللي راح يقيمون أدائك في هالمقطع. فحاول بقدر المستطاع كل فريم من المقطع أنك تهتم في جودته، وفي أنك تقدم شكلك وتقدم نفسك بالشكل المطلوب. ناصر أنا ما أفهم إيش معنى فريم. فريم اللقطة، الصورة، بمعنى صورة، والصورة اللي بعدها، كل صورة في هالمقطع هذا لازم تهتم فيها. فأرفع الجوال وصور مقطع يستاهل أن نشوفه، ونقول تفضل ادخل سكريبت من أوسع أبوابه. ابدأ التقديم من اللحظة هذه، الأرقام معكم الآن على الشاشة، ويتم التغريد فيها على منصة تويتر الخاصة بقناة الواقع الفضائية. وإن شفت المقطع ما عجبك فلا أعتقد أنك بتكون أجمل من صباح العيد، عيد علينا بمقطع وارسل لنا على الرقم الظاهر على الشاشة الآن على الواتساب، سيعرض على لجنة التحكيم، ويا رب القبول والتوفيق للجميع. في نقطة مهمة جدا، نهاية تصويرك للمقطع أتمنى أو نتمنى كإدارة في قناة الواقع الفضائية أنك تذكر رقم جوالك، لأن المقاطع حتكون كبيرة جدا، ويهمنا بعد ما تقولنا من أنت تذكر رقم جوالك في نهاية المقطع. وفي بعض المقاطع اللي كانت توصل من خلال تجربتنا في البرامج الماضية، بعضهم يقدم نفسه بالشكل الجميل، وبعضهم يخونه أحياناً التعبير في أنه مثلاً يقول عن نفسه، يقول أنا منشد بس ما سمعنا صوته، أنا ممثل بس ما وراني شيء.
فيرفع الكاميرا فقط يتكلم عن نفسه. ترى ما يمنع انك تتكلم عن نفسك وايضا انك تقدم الموهبه اللي عندك في هالمقطع، بحيث انه بمجرد ما تشوفها لجنه التحكيم او لجنه القبول يقولون والله فلان يستاهل، تفضل مباشره. فاحرص على انك تصور المقطع بالشكل المناسب، اذكر فيه اسمك، نهايه المقطع اذكر جوالك، اذكر المواهب اللي عندك. اذا انت شقردي ما عندك موهبه الا انك فقط تقدر تصنع الحيويه داخل البرنامج، اتكلم في هذا كله داخل المقطع. طبعا بكل ثقه اقول هالنقطه الان واذكرها للمشاهد وحضورنا الكريم، الستين ثانية هذه قد تصنع منك مجدا. أنا يوم من الأيام قدمت في 60 ثانية وبفضل الله سبحانه وتعالى أقف أمامكم الآن مشرف عام على قناة الواقع. في 60 ثانية أعطها من عمرك وخل نيتك بإذن الله النجاح والتوفيق وين ما كنت. 60 ثانية بتفرق معك كثير مع ذكر الرقم نهاية المقطع. طبعا نجاحات القناة قامت على متسابقينها العظماء النجوم من البرامج السابقة إلى أن وصلنا لهذا المرحلة، وكذلك الإدارات السابقة. بعضهم يا زياد يتوقع أني إذا صورت المقطع في آلاف المقاطع اللي بتوصل فأنا أرمي، إن جاني قبول جاني، ما جاني بكيف. لا، تأكد أن المقطع، أي مقطع يرسل حتى ولو كانت آلاف المقاطع، بإذن الواحد الأحد راح يتم الاطلاع عليها. وحتى هذه رسالة برضو كمان للأم والأخت، إذا كان أخوك ولدك مميز وأنت تتابعين، ما يمنع أنك تأخذين الصورة اللي راح تنزل بتويتر وأرسليها لولدك وخليه يقدم وشارك، ممكن ينفتح فتح عظيم بالنسبة له. وتأكيد النقطة يا ناصر، السبب في بعد الله سبحانه وتعالى في وصولي لهذا المكان وإرسال مقطع 60 ثانية هي أمي، الله يطول لك عمرها إن شاء الله. شباب أرجوكم لا تزيدون مدح، لأنها تتصل علي اليوم ما مداني أرد، بتشوفكم بارين أكثر مني، نكتفي بالذكر. عبد الله الروقي أسمع منك. سعد وأبو نايف الله بيض ويجيكم يعطيكم ألف عافية، شكرا لكم إدارة القناة. وبما أني الحاصل على المركز الثاني في برنامج البزنس، حقيقة عندي رغبة كبيرة أني أتقدم بالتسجيل في برنامج سكريبت إن سمحتوا لي. إذا في تقديم فأنا أولى. أنا عندي رغبة كبيرة أني أقدم إذا ما في موانع. طالما ان الرغبه موجوده الرقم ظاهر على الشاشه بعد البرنامج، قدم يا عبد الله واعدك انا لن ينظر للمقطع. طيب لبيك يا مسلط، لبيك اول من يرسل مقطع. انا انت الاول في البزنس واول من يرسل لي رغبه اني اخذ الاول مره والاول بقلوبنا ويكفيك هذا يا حبيبي. الله يوفقكم جميعا، الله يوفقكم وحنا معكم. طيب ننتقل يا ناصر، ودائما نجاحات القناه ترتبط بشركاء النجاح معنا طبيعي اللي هم رعاه البرنامج. فأي شركة راغبة في رعاية البرنامج وأن نرسم اتفاقية شراكة ما بيننا وما بينهم، في رقم ظاهر على الشاشة الآن للشركات الراغبة في رعاية برنامج سكريبت، يتواصلون على الرقم الظاهر الآن ونسعد دائما في شراكة الجميع. أعتقد أن في خواطركم أسئلة ولا يا ناصر؟ في خواطرهم كلام كثير مبين من عيونهم. أستاذ مبارك الدوسري الله يحييكم جميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله. الله يعطيكم العافية إدارة وبرنامج وتقديم وحفل. سؤالي بس، كم عدد متسابق في البرنامج؟ ناصر تناظر فيني وناظر فيك وكلنا نعرف الجواب يا زياد. أول شيء شكرا لسؤالك وشرفتنا وأسعدتنا، الله يطول عمرك. طبعا راح يكون عدد المتسابقين في هالبرنامج بإذن الله 24 متسابق. راح نحرص في لجنة القبول بشكل عام أن نقدم المتسابق اللي يستحق نقدمه للمشاهد، بحيث أنه يقدم الرسالة الهادفة اللي عنده وأنه يقدر يتعايش في هالبرنامج بشكل جيد بإذن الله. 24 متسابق حيخوضون معنا تجربة بفكرة جديدة بعون الله سبحانه وتعالى، بفقرات محدثة جدا، والتوفيق بإذن الله سبحانه. في النهاية يعلم الله أننا لا نقصر جهدا لأجلك أيها المشاهد. سناب المملكة سعد، أول شيء شاكر لك أنت والزميل على ما شاء الله تبارك الله الإطراء اللي إحنا قاعدين نشوف قامة إعلامية كبيرة وإحنا نتعلم منها. الله يرضى عليك. شيء ثاني، أنا أتقدم بالشكر لقناة الواقع الفضائية على كل ما تقدم لشباب هذا الوطن. فعلا إحنا شفنا شباب، أنا سويت معهم لقاءات بس أنا المملكة شفت شيء ما شاء الله تبارك الله من مواهب خرجت لنا اللي هي إعلامي، خرجت لنا مواهب تمثيل، أخرجت لنا مواهب إحنا الشباب مكبوتين قبل ما نعرف ايش المواهب اللي عندهم. انت الان صنعت لي طاقه متواجده في الميدان تخدم هذا الوطن. الشيء الثاني سؤالي، يعني عدد الساعات المتواجده في البرنامج اللي هو سكريبت، وش اللي يميز المتسابق في هذا البرنامج؟
بعون الله سبحانه وتعالى ساعات البث عندنا تتجاوز 16 ساعة على الهواء مباشرة. إيش يميز المشاركة في هذا البرنامج؟ عندنا قلب للبرنامج، والقلب النابض هو البرامج الواقعية بشكل أكيد، ولكن في فكرة حديثة بإذن الله حيكون عندنا مسرح ضخم جدا في هذا البرنامج بعون الله سبحانه، وحيكون عندنا شهادة أكاديمية للمتخرج من هذا البرنامج. المسرح هذا لجنة التحكيم يا ناصر، غرد عنها. لجنة التحكيم، لجنة التحكيم بإذن واحد الأحد بتكون على قدر عالي جدا من الكفاءة، راح يظهرون على الهواء. طبعا احنا عندنا لجنة قبول لقبول المتسابقين، وعندنا لجنة تحكيم راح تكون إن شاء الله في مسيرة البرنامج على قدر عالي جدا من الكفاءة لتقييم المتسابقين بشكل جيد فيما يتعلق بفكرة البرنامج وفيما يتعلق بالمسرح وغيرها من الأفكار الموجودة. كذلك أذكر المتسابقين إن شاء الله لربي كاتب لهم القبول، إن الفكرة متعمقة ومتطورة جدا، أي بمعنى أنك ستعيش كل يوم بلذة عظيمة جدا تبني فيها مجدك ومستقبلك. سؤالي يا زياد، هل 16 ساعة فقط مرتبطة بالتحكيم والمسرح؟ نهائيا، هي كما جرت في برامج الواقع بالتوزيع من بداية البث ما بين فقرات رسمية وكذلك ريالتي للمتسابقين 16 ساعة بث بإذن الله، راح تكون أكثر من 16 ساعة بث يوميا، راح تكون إن شاء الله مختلفة ومتنوعة ما بين الفقرات. نحاول بقدر المستطاع نستهدف كل شرائح المجتمع فيها، وفيها الخطوة هو البرنامج القادم بإذن الله أبو سعد، إحنا نحاول أن نغير من فلسفة برامج الواقع شيئا فشيئا. أحيانا في قواعد وأسس ثابتة ما نقدر نغير منها، ولكن في تفاصيل متغيرة إحنا ممكن نطور منها، وهذا اللي جالسين نسعى له بإذن الله في الفكرة القادمة، أن الفكرة تكون مميزة ونسعى للتطوير فيها، وراح يشوفون إن شاء الله شيء مميز بمشيئة الله تعالى، وأكيد أنه راح يكون جزء من نجاحاتنا المتسابقين بإذن الله. وشيء أساسي راح أجيك على الكلثمي، شيء أساسي أنك لما تمسك إدارة قناة يكون عندك الفكر التطوري التراكمي، لن تقف في نفس النقطة اللي كان فيها من قبلك، تحتاج أنك تضع بصمتك مع المشاهد الجميل جدا. علي الكلثمي، هو شيء ما شاء الله تبارك الله على التجديد، وأنا أقولها بكل فخر باسمي وباسم الشباب، الحمد لله أننا مشاركين في هذا البرنامج، والحمد لله أننا من أبناء هذا البرنامج، وبكل فخر شكرا على التنويع، شكرا على التجديد في الشاشة، نبغى نسمع تحية لهذا الفكر يا رب. رقم اثنين، سؤالي ينقسم شقين، هات الشق أول مرة أكون رسمي صراحة في السؤال. تفضل. السؤال الأول، هل المشاركة اللي هي 60 ثانية مقتصرة على وجيه جديدة ولا ممكن يشارك نجم؟ المجال مفتوح للجميع. الجديد في الموضوع انك تصور 60 ثانية، هي نقصد يعني عادي نجم عنده متابعين كذا مقبول، المجال مفتوح للجميع سواء طيب. من داخل المملكة العربية السعودية كذلك او من خارجها. بما انه يتناسب مع فكرة وتركيبة برامج الواقع ويخدم الفكرة، فبالعكس يعني ما يمنع سواء مشهور ولا غيره، صور 60 ثانية واطلب من الله التوفيق. السؤال الثاني، الشق الثاني من السؤال، هل بيكون في تغيير في البرايم ممكن؟ يعني بيكون في تطوير فيه؟ لو تحرق الفكرة يا زياد، تعبنا عليها لحد ما وصلنا. هذه نبرة تهديد ولا توصية؟ شوف أصبعي كيف قايل، تهديد بس رايح هناك. لا أتشهد لمن أدري أنه الله يطلع علي. راح يكون تغيير جذري ولكن الحب موجود. يا سلام. أكيد يا أبو ناصر. بين جبلين ومع الحب. فهد مطيري، سؤال يا أستاذ زياد، هل البرنامج هذا الجديد نفس البرامج اللي طرحت قبل نفس ذا ولا في شيء جديد؟ نفس الفقرات؟ وضح، نفس إيش؟ نفس البرامج الواقعية اللي راحت، هل هي نفسها ولا؟ في هالبرنامج في أفكار لأول مرة تطبق على شاشة الواقع ولأول مرة تطبق في البرامج الواقعية بشكل عام. ما شاء الله تبارك الله. تأكد يا فهد ولا يهون البقية ولا يهون المشاهدين، إن سعينا بالفترات الماضية للوصول إلى أفكار جديدة، أفكار طموحة تليق بالمشاهد وترقب ذائقته وتكون مناسبة للمرحلة المقبلة. وتأكدوا أني أنا وأبو سعد ما إحنا إلا عود من حزمة رئيس مجلس الإدارة إبراهيم الحسين وغيرها من جميع الكوادر اللي موجودة من مخرجين وإضاءة وصوت وإعداد ومسوقين ومنفذين وغيرها، كلهم لا يألون جهد أو بالفترات الماضية لتقديم هالشيء المميز بإذن الله بالقادم. ولولا ما بذلوا سابقا لما وصلنا لهالمرحلة، وهي شيء بالعقل والمنطق. عبد الله الروقي، وش مطلوب من المشارك غير أن يكون عنده مواهب؟ وش الإضافة بما أنه في شيء أكاديمي وفي دراسة إلى آخره، وش المطلوب غير الموهبة؟ الموهبة فقط
والاهتمام بالمقطع وخلي الباقي علينا لا تشيلها. طيب في 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 بس برضو كمان تصحيح لمعلومة قالها عبد الله، يقول بما أن في دراسة، مش في دراسة، في دراسة هي، هو تخريج أكاديمي. ما أبغى أحرق الفكرة، لا تحرق خلاص أبو سعد، يعني ما أبغاك تجيب دفتر وكراسة معك، أنا أوفرها لك أبو سعد. لبيك يا سعد. تقدرون تعلنون عن الجوائز؟ كل شيء في وقته حلو، بسلام. إحنا كل يوم قاعدين نزيد، ما نبغى نقطع الرزق بالرقم اللي وصلنا له، نبغى نكمل زيادة. زايد أول شيء يا أبو سعد، أنا والله العظيم منه مبروك العمرة يا زايد، الله يبارك فيك. أنتظر ورقة الاستئذان، تراني دعيت لك أبو سعد، لا تخلني أسحبها. تفضل. الأول. ثانيا والله العظيم منه يعني فيني شعور فخر كبير، لأني أشوف الترتيبات صار لها تقريبا من وقت كبير وأنتم ترتبوا لها، فأسأل الله لكم التوفيق. أما بالنسبة للسؤال، كان برنامج البزنس تقريبا تركيزه كان على التجارة والبزنس والأمور هذه، البرنامج الجديد هذا تركيزه راح يكون وين؟ سكريبت. على السكريبت. سكريبت، سكريبت. على التمثيل ولا على؟ على السكريبت. السكريبت وش فيه؟ وش عند السكريبت؟ إيش يبي يسوي السكريبت؟ هذا كله بالأيام الجاية. ناصر طبعا نكتة في آخر سؤال مسفر. أول شيء يعطيكم ألف عافية، ولا غريب منكم أبو سعد ولا أبو نايف ولا قناة واقع بقيادة الشيخ إبراهيم حسين، وحنا عارفين ودارين واثقين إن الشيء اللي جاي، قد جاتنا أسئلة ترى أمس وقبله وقبله في التواصل، كيف طريقة البرنامج وكل الأجوبة اللي إحنا نقولها إنها أضخم وأضخم اللي تشوفونها قبل. السؤال اللي عندي بعد الشكر اللي قلته لكم، أكيد السؤال اللي بيطرح علينا برا، متى بداية التقديم؟ و اعتقد ان المقاطع وصلت الان من الان، ها؟ اي نعم. طيب اذا تسمح لي اباخذ سؤال اخير عند مصلط. اول شيء شكرا لكم يا ابو سعد على الجهود اللي قاعدين تقدمونها صراحه، تجدد في الافكار، والشيء هذا يحمس الناس اللي يبون يشاركون انهم يشاركون. مشاهد يستحق يا ابو عيد، اكيد يستحقون، جمهور قناه الواقع جمهور يحترم ويستحق انه يعني نقدم له كل شيء. السؤال اللي عندي، هل المدة بتكون نفس المدة اللي قبل في البرامج اللي شفناها؟ ومن ناحية الجوالات، هل يعني للمشارك في البرنامج الجديد انه يقدر يطلع على جواله وكذا؟ اعطني المدة يا ناصر. سمعت التهديد اللي من الكنترول؟ اذا ما هدد سعود العتيبي فمن يهدد؟ سعود العتيبي حقه، يحق له ما لا يحق لغيره. بخصوص المدة، فالمدة بإذن الله 3 أشهر، وراح تدخل برضو كمان معانا في العيد، فعيد الأضحى بإذن الله راح يكون على الهواء مباشرة. أي بمعنى لا تجيني قبل العيد تقول بروح أعيد مع أهلي. أنت بنيت لك أسرة جديدة الآن إعلامية، ما أبغاك ترجع لأهلك زي ما تركتهم، أبغاك ترجع بشكل أجمل في عيدك معانا على الشاشة إن شاء الله، وريح أهلك من دوشتك في العيد. حتى أنا؟ أنت؟ ممنوع أني أروح أعيد؟ أنت المسؤول عن يوم العيد أصلا. طيب فهد. فهد عطني صوت عبد الله الروقي يا حبيبنا منيب. صلى الله تعالى لكم التوفيق والسداد. سؤالي، السؤال الأخير طبعا، اعذروني، هل التفرغ واجب على المتسابق ولا فيه في 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 مساحة، أم هو لازم يكون متفرغ للبرنامج 100%؟ أبغاها 200%، ما أبغاها 100%، متفرغ تماما مدة 90 يوم. الجمهور عادة لما أشوف واحد يطلع ويقول عندي دوام وعندي شغل، أشوفهم ما يقبلون، فيبغون الواحد اللي يجي مفضي نفسه لهالبرنامج هذا ويبقى معنا لمدة 90 يوم ويقدم كل اللي عنده. إحنا قلنا آخر سؤال، بس أنا عندي سؤال لك يا زياد. تفضل. هل راح يقام البرنامج هنا ولا وين راح يقام؟ آخر يوم في عابر، نجوم عابر حيطفون الكهرب في هذا المكان، ولم يكتب إلى الآن متى سيشتغل الكهرب مرة ثانية. طيب حيغلق تماماً. طيب بخصوص الموقع الجديد، مساحته، الموقع الجديد مساحته تتجاوز 10,000، وفي أشياء كثيرة، لكن طولنا على المشاهد الجميل جدا. عطني صوت سناب المملكة 2030. أبو سعد، أول شيء أنا أقدم باسم إدارة سناب المملكة على مستوى مناطق المملكة مبادرة لكم بالحبل الختامي، إن إحنا سناب المملكة نغطي لكم تغطية كاملة. شكرا لكم. ولا نستغني حتى وإن لم يذكر مبارك هذا الشيء فهو في قلبه، وكذلك متشرفين أكيد عندنا مبادرة. الله يسعدكم ويبارك فيكم إن شاء الله. لصحيفة أركان إن شاء الله تكون معكم قلبا وقالبا بإذن الله، وأنتم شركاء النجاح طبعا. ختاما يا ناصر، شكرا لك، صحة والعافية. شكرا لحضوركم أستاذ مبارك وسناب المملكة، شكرا لكم، شرفتونا وأسعدتونا.
والشكر ايضا لكل المتسابقين يعطيهم العافيه اللي شاركونا بالاسئله، وادري في خواطركم اسئله كثيره، لكن ان شاء الله مع الايام الجايه تبي تنكشف لكم اوراق اكثر واكثر. مشاهدينا الكرام، حتى نلقاكم ان شاء الله او بلقونكم الشباب، لكن انا ما ادري متى القاكم على الشاشه. كونوا بخير، استودعتكم الرب. في امان الله، يعطيكم العافيه.